طيب خلينا برضو نتكلم يا كريم. امبارح المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي طبعا الكاف اصدر عده قرارات، خليني كده اقولها لحضراتكم بشان طبعا البطولات الافريقيه للانديه والمنتخبات خلال الفتره المقبله. خلال الاجتماع طبعا اللي اقيم في المغرب بحضور باتريس موتسيبي رئيس الكاف، وقرر هنا بقى الاتي: تغيير موعد بطوله كاس الامم الافريقيه المقرر اقامتها في الكوت ديفوار عشان تقام في شهر فبراير 2024 بدل من صيف 2023. طب ده بسبب ايه؟ ده بسبب المخاوف بشان موسم الامطار في الكوت ديفوار في شهر 6 وشهر 7. وكمان اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بطوله دوري السوبر الافريقي هنا عشان تضاف لبطولات الانديه الافريقيه واللي بيصل مجموع جوائزها ل 100 مليون دولار. كمان قرر إقامة نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب بداية من نسخة 2023 بدلا من مباراة واحدة اللي احنا كنا ماشيين عليها قبل كده، يعني زي ما حصل خلال الثلاث مواسم الماضية. وحتى احنا كنا بنتكلم هل هيحصل ده قدامه ولا لا، صدر القرار وأصبح الموضوع حاليا يعني رسمي. فدي القرارات اللي كانت صادرة من الكاف، كان لازم نقول لحضراتكم عليها طبعا لأن هي قرارات في غاية الأهمية برضو.